إذا كما قلت سابقا تنفيذا للتعليمات المديرية مديرية العمل الأمن الوطني وكذلك توجيهات ديال ولي أمن الرباط ولاية أمن الرباط خدات مجموعة ديال الترتيبات واعتمدت على واحد الخطة أمنية من أجل الانتشار والتغطية ديال مجموع القطاع ديال مدينة الرباط الشوارع الكبرى الأماكن العمومية الإقامات ديال الدبلوماسيين السفارات جميع الأماكن اللي هي حيوية كاين تواجد امني غتلاحظوه كما قلت سابقا ما غنعطيش لي شيفر ولكن الارقام غتلاحظوها في الجولات ديالكم الميدانيه خلال هذا المساء تواجد الامني في القطاع ككل هذا الشيء بدا الاسبوع هذه واليوم غيستمر وحتى اليوم الغد باش تدوز الامور هذه الليله الباساج ما بغيتش نقول احتفالات لان ما كاينش احتفالات مع هذه الجائحه نقول المرور من سنه 2021 الى 2022 في ظروف امنيه وصحيه كذلك نظرا للوباء المنتشر ديال كوفيد 19 ونتمنوا ان سنه 2022 تكون سنه ديال القطع مع القطيعه مع الوباء وسنه سعيده للجميع وشكرا جزيلا. سير 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 سير